أهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. حديثنا في هذه الحلقة رح نلقي الضوء على موضوع في غاية الأهمية، ونظرا لكثر الإيميلات أو على صفحة الفيسبوك كثير من أحبائنا سواء مسلمين أو مسيحيين بيتساءلوا عن هوية آدم في الكتاب المقدس، وعادة نسمع يعني مثلا هل المسيح كمثل آدم؟ وهذا هو موضوع الحلقة بنعمة الرب في هذا الوقت. أكيد عندك تساؤلات، أكيد عندك استفسارات معينة، وأكيد في شيء بدور في ذهنك. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة، ومتأكد أنه رح تكون سبب بركة لحياتك حتى تفهم الفكر الكتابي وما يعلم الكتاب المقدس عن شخصية آدم وعن هوية المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.